حياكم الله لما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي فيكم من قناة الرافدين. استبعد عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي إعادة طرح موضوع سلم الرواتب خلال المستقبل القريب بعد إثارته بشكل كبير قبيل إقرار موازنة 2023. وقال الكروي إن ملف سلم الرواتب ما يزال في أروقة الحكومة، لافتا إلى أن طرح الموضوع في الأمد القريب أمر مستبعد لأنه يحتاج إلى نقاط مهمة متعددة، أبرزها رسم خارطة طريق تسهم في تحقيق مبدأ العدالة والإنصاف لملايين الموظفين الذين يعانون منذ سنوات طويلة من تفاوت كبير بالرواتب والمستحقات المالية بين وزارة ومؤسسة. أرجع خبراء في الشأن المصرفي والمالي خلل مزاد العملة والعوامل التي أدت لاختلال سوق الدولار في العراق إلى وجود خلل في النظام الاقتصادي العراقي. وقال الخبراء إن النظام الاقتصادي العراقي وهيكلته الذي يعتمد بشكل شبه كلي على صادرات النفط أدى إلى أن تستثمر ظاهرة بيع وشراء العملة لصالح بعض الجهات والشخصيات السياسية. وبيّن أنه رغم وجود قانون البنك المركزي الذي من المفترض أن يضمن استقلالية السلطة النقدية في اتخاذ قراراتها، إلا أنه يتم التحايل على هذه الاستقلالية من خلال تعيين محافظ للبنك بالوكالة. قالت مصادر صحفية إن السنوات الأربع الماضية شهدت دخول حوالي 17 ألف عامل أجنبي إلى كردستان العراق، على الرغم من المطالبات بالحد من دخول العمال الأجانب للبلاد. ويعد دخول العمالة الأجنبية بشكل عشوائي أحد العوامل الأساسية في زيادة نسب البطالة بين الشباب العراقي. وبحسب الإحصائيات الصادرة عن وزارة العمل الاجتماعية في كردستان العراق، فقد زاد عدد العمال الأجانب في كردستان العراق بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة حتى بلغ 17 ألف عامل خلال السنوات الماضية. انتقد خبراء اقتصاديون سياسات المصارف العراقية فيما يتعلق بقروض السكن والفوائد الكبيرة التي توضع كعراقيل أمام المستفيد من القرض. وقال الخبراء إنه من المفترض أن تكون القروض الإسكانية بلا فوائد، مبينين أن تخفيف أزمة السكن لا يكون من خلال فرض فوائد كبيرة على القروض وعرقلة أي مبادرات لحل تلك الأزمة، بل إن هناك حاجة ماسة لتسهيل الإجراءات لضمان حصول المواطن على القرض من أجل ضمان السكن بيسر. أكد خبراء اقتصاديون أن العراق ينتج نحو 20 مليون طن من النفايات يومياً، وهو حجم يمثل ثروة لدى معظم دول العالم. وأوضح الخبراء أن عملية تدوير النفايات واستثمارها في مجال الطاقة يمكن أن ينتج نحو 10,000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في حل أزمة الكهرباء. وبيّن الخبراء أن على العراق أن يتجه نحو الاستثمار في مجال تدوير النفايات كي يوفر الكهرباء والأموال. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.